السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرة قدم إلكترونية، نص سماعي أو تواصل شفهي اللي يعجبك. كتابي في اللغة العربية، صفحة بطبيعة الحال 113. هذه الصفحة وهذه هذا هو النص اللي ما عندكم، شتوما مهم. هذه الصورة، نحاولوا غنديروا أفكار أساسية ونديروا واحد التلخيص في الأخر لهذا النص. صافي، إذا نبداو. إذا لا تنسوا الاشتراك في قناتي الثانية فضلا وليس أمرا، غير لبغيتو لا جات على خاطركم. إذا من خلال الصورة نلاحظ الحكم يتابع المقابلة من خلال الحاسوب لتتبع أدق تفاصيل المباراة. عرفت شي اللي بان لينا أنه متبع المقابلة من خلال الحاسوب باش يشوف شي تفصيل ممكن يشوفه بالعين المجردة. إذا ها هو النص، نبداو فيه باش نديرو ليه الافكار ديالو. لن تكون كرة قدم المستقبل عادية مثل التي نشاهد اللاعبين يتقاذفونها في الملاعب الرياضية حاليا، بل ستكون كرة قدم متطورة محشوة بمعدات إلكترونية لا يتجاوز وزنها عدة جرامات أو جرامات، وذلك لتؤدي وظائف مفيدة لتزيد من متعة مشاهدة لعبة كرة القدم. إذا شنو فهمنا؟ فهمنا أنه من المنتظر مستقبلا أن تشهد لعبة كرة القدم تغيرات مهمة بإدخال تقنيات إلكترونية وإدخالها وحشوها داخل الكرة لتكون لها وظائف مفيدة وتزيد من المتعة. صافي، نمشيو لحصة أو فقرة أخرى. لقد صمم العلماء في ألمانيا كرة قدم جديدة بداخلها معدات إلكترونية يمكنها أن تحدد للحكام ماذا تحدد على الفور مكان وجود الكرة واللاعب في أي لحظة. إذن الأمر لم يبقى مجرد فرضيات بل واقع. مبقيناش كنقولوا واقع لا غيديروا مستقبل، بل أصبح واقع. كيفاش؟ حيث صمم علماء ألمان كرة جديدة بداخلها معدات إلكترونية تساعد الحكم على تتبع أدق التفاصيل المتعلقة بمجريات المقابلة. صافي، فهمنا المعنى بعد. شكرا. إذا كانت الفكرة الأولى تتلخص في تركيب أجهزة إحساس كهربائية وضوئية حول ملعب كرة القدم أو حتى أجهزة رادار، إلى أن مجموعة من العلماء والباحثين قررت وضع معدات التقاط وبث الإلكتروني على شكل شرائح رقيقة. إذا أول شيء تركيب أجهزة حول الملعب، رادار، أجهزة تقنية مثل الشرائح الإلكترونية للحاسوب في كرة القدم وعلى سيقان اللاعبين، مما يمكن من تحديد مكان الكرة واللاعب وحركته بدقة تامة. إذا زرع شرائح إلكترونية في الكرة وعلى سيقان اللاعبين، ويمكن لهذه التقنية الجديدة أن تخبر المتفرجين والحكام والمراقبين في أقل من ثانية ماذا ستخبرهم، ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى بسنتيمتر. هذا التقنية راه كاينة، التقنية ديال واش الكرة إلا دخلت، واخا تكون دخلت شوية، كاين واحد الجهاز على ذراع الحكم يهتز عند تجاوز الكرة خط المرمى. سمعتوا هذه راه كاينة دابا كانوا داروها لك تفرجوا في كرة القدم العام اللي فات او اللي قبل بين ريال مدريد وجيفونتوس. الكرة ضربها رونالدو ياك، دخلت ما شافت حتى واحد ما الا ان الحكم صفر لان عنده شي حاجه في دراعه بينت له ان دخلت. بعد الاعاده فعلا كانت دخلت. اذا يمكن، اذا خرج الحارس خرجها وما بانش انها دخلت. إذن التقنية موجودة، كما يمكن للمدربين رصد تحركات اللاعبين واتخاذ قرارات صائبة لتصحيح طريقة لاعبهم. إذن إحاطة الحكام والجمهور بتفاصيل المقابلة ورصد تحركات اللاعبين لاتخاذ قرارات صائبة. وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم كنسميه الفيفا، إلا أنه سوف يقبل بهذه التقنية الجديدة إذا ثبت نجاح التجربة. إذا
هذا الفكرة الأخرى، استعداد الفيفا أي الاتحاد الدولي لكرة القدم لقبول هذه التقنية إذا ثبت نجاحها. صافي، بقى لنا فقرة ياك. إذا وعلى الرغم من أن تلك التقنية قد تم تطويرها خدمة للرياضة عموما وكرة القدم على الخصوص، إلا أن آثارها انتقلت إلى مجالات وفضاءات أخرى مثل المطارات والمؤسسات العمومية، حيث تأكدت نجاعتها في ضمان الأمن واستتبابه. إذا استغلال هذه التقنية في مجالات وميادين أخرى مثل المطارات والمؤسسات العمومية، دي الفكرة. إذا دابا ندير واحد الملخص خفيف ظريف من هاد الافكار اللي تنجمعوها، حيت نتوما معاكيز ما تقدروش ترجعوا تبداو تجمعوا فيها راسكم، نجمعوها لكم حنا. اللي ما جاز يزيدو اييه، انتي وانتي مزيان كضحكي واخ. اذا من المنتظر ان تشهد لعبة كرة القدم تغيرات مهمة بادخال تقنيات إلكترونية وحشوها داخل الكرة لتكون لها وظائف مفيدة وتزيد من المتعة. الأمر لم يبقى مجرد فرضيات بل واقع، حيث صمم علماء ألمان كرة جديدة بداخل معدات إلكترونية تساعد الحكم على تتبع أدق التفاصيل المتعلقة بمجريات المقابلة. وقد تم تركيب أجهزة حول الملعب، رادار، أجهزة تقنية وعلى سيقان اللاعبين وداخل الكرة نفسها. وأصبح من الممكن إحاطة الحكام والجمهور بتفاصيل المقابلة ورصد تحركات اللاعبين لاتخاذ قرارات صائبة. وقد بدأ استغلال هذه التقنية في مجالات وميادين أخرى مثل المطارات والمؤسسات العمومية. إذا عندكم واحد الدقيقة اكتبوا هذا الشيء. يلا راه أهم شيء عندي أنا هو أنك دير لايك، دير لايك ولدي إلا عجبك، كتفرج كتستافد ديما، واللي سبق ليا لايك عاد دخل تفرج لكتي من المشاهدين يعني الاوفياء ديالي، واللي دير لايك عاد تفرج. نعم، إذن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.